الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بعدين الصابرين، الصابرين على إيش؟ المتعلق محذوف. الصابرين على طاعات، الصابرين عن المعاصي، الصابرين على البلاء. وين المتعلق محذوف؟ ليش محذوف؟ للتعميم. الصابرين على كل ما أمر الله عز وجل به ولو كان ثقيلا، نفسه بتصبر عليه. الصابرين عن كل ما حرم الله عز وجل ولو نفسك عم تتشهى. الصابرين على الابتلاءات التي تمر بك. الصابرين على كل مصيبة، يعني على كل أمر ثقيل. لذلك حذف المفعول. فدأب المؤمن أن يكون صابرا. طيب منين بيجي هالطبع؟ يعني مزية الصبر منين تجي؟ تجي من الرضا عن الله. عندما تتمتع بصفة الرضا عن الله تنبثق من هذه الصفة صفة الصبر. مظبوط؟ نعم. أنا عبد وربي عز وجل بعرف صفاته، لا يأتيني منه إلا الخير. بجوز ما أعرف أنه هو خير، لكن يقينا لا يأتيني منه إلا الخير. بجوز عم يجيني منه شيء عم يلمني، بس أنا صحيح عم يلمني، لكن لأنني عرفت حكمة الله وعرفت رحمة الله وعرفت ربوبية الله، بعرف أنه هالألم هذا دوائي، هذا الألم دوائي. شايف كيف؟ نعم. شخص مريض راجع طبيبا من أصدقائه يثق به ثقة تامة ويعلم محبته له وإخلاصه له بكل معنى الكلمة، ويعلم دقة علمه في هذا الاختصاص الذي هو يعاني منه. راح لعنده منه فحصه، من له الفحوصات المختلفة، قال والله بدك عمل جراحي. طيب قال هذا العمل الجراحي بيألمه ولا ما بيألمه؟ لكن بيخضع، بيقول ألف شكر، إيه والله تعمل لي عمل جراحي، ويستسلم له ولا لا؟ مو هيك؟ بيجوز هو عم يبضع جسمه بيتأوه، هذا المريض تحت مبضع طبيبه، لكنه والله يشكره باللسان ذاته الذي يتأوه به. وهذا حال الإنسان مع الإنسان. كيف حال الإنسان مع رب العالمين؟ أنا تجيني ابتلاءات وبتألم، بشر، لكن في الوقت ذاته أعلم أن هذا هو دوائي، وأن الله يحبني، وأن الله عز وجل لا يريد لي إلا الخير. فإذا وجد الرضا، والرضا بينوجد من بعد الإيمان بالله ومعرفة صفات الله عز وجل، أكيد بصير في رضا، وإلا ما في إيمان حقيقي. نوجد الرضا، نتيجة الرضا شو هي؟ الصبر.